السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفكم يا أجمل متابعين؟ إن شاء الله يا رب تكونون بأحسن حال. يا هلا وغلا فيكم، منوريني جميعا وحياكم الله في قصة جديدة من قصصنا. ولكن قبل ما أبدأ بسردها حابة أقول بس يا ليت تعطوني لايكات كثير لهذا الفيديو، ولمحبين القصص أكيد حيلاقوها في قوائم التشغيل في قسم قصص حقيقية، استمتعوا بسماعها. نبدأ بقصتنا وتقول صاحبتها: يا هلا والله، أنا بنت اسمي حنان، أمتلك من الجمال ما لم يملكه أكثر البنات، والحمد لله. يعني أنا بدت حياتي من وأنا كنت صغيرة، يعني مع ولد عمي، كنت ولد عمي هذا أكبر مني بسنتين، لكن كل طفولتي كانت معاه، ولا كنت أعرف شيء اسمه حب، لكن كنت أرتاح يعني مرة له. وأبوي وأهلي كلهم كانوا يقولون ما حد بياخذ غيرك. كبرت وأنا على حلم أنه يتزوجني، إلين دخلت المتوسط وأنا حتى لسه ما غطيت عنه، كانت أمي كل فترة تقول لي مالك إلا ولد عمك. فكبرت وأنا أنتظره، يعني كنت أتباهى حتى بجمالي قدام الناس ما همني. فقال لي أبوي يعني أكثر من مرة إن هذا الولد يحبك ومتجنن عليك وما يبغى غيرك، لكن بس يبغى يتوظف ويتزوجك. فقلت طيب. إلين دخلت الثانوي وهو تخرج من الثانوي فبدأ يدور على شغل، استمر تقريبا سنتين وهو يدور على شغل، وأنا تخرجت من الثانوي ولسه أنتظره. مرة من المرات رحت زواج وجات حرمة، قالت الأمي أبا بنتك لولدي، فولدي متوظف يعني وظيفة مرموقة والكل يتمناها، لكن حنا نبغى قربكم يعني، وأنا معجبة جدا في البنت. فأمي وقتها رفضت، قالت يعني البنت والله محجوزة لولد عمها. وأنا أقول يعني بنفسها يا رب، يعني على الأقل بعد كل هذه التضحيات إني أعيش حياة زوجية زينة، يعني كنت مرة واثقة إنه حيتزوجني. إلين جاء يوم من الأيام عمي في بيتنا قال بخطب بنتكم لولدي. طبعا أنا لين هذه اللحظة كنت خلاص جاي عشاني، كنت مع أهلي يعني وأتزين أنا وأختي يعني طبيعي. فجات أمي، أتذكر أن أمي جات الغرفة كذا طايرة وناسة، مديت يدي لها يعني كذا أبغاها تيجي تحضني يعني وتقول لي مبروك. فما دريت إلا كذا راحت حضنت أختي اللي أصغر مني وقالت لها مبروك يا حبيبتي، جعل يتمم لك يا رب على خير أنت وياه. استغربت أنا، قلت يمكن أخوه الكبير اللي يبغى يتزوج مو هو، المهم ولا يمكن أمي مسوية مقلب. فقمت أسأل أمي: يما هو فلان؟ قالت لي إيه يمه. والله العظيم من وقتها انكسر خاطري، وأمي لاحظت يعني هذه الكسرة فيني، قالت لي يا بنتي لا تشيلين هم، ترى بيجونك خطاب وربي بيرزقك باللي أحسن منه، وهو بآخر لحظة خلاص رفضك يعني أختار أختك، وانتي بنت عاقلة وفاهمة ومتعلمة وتعرفين إن الزواج قسمة ونصيب يعني، ومو لازم نرد يعني عشانك انتي ما بغاك وبغى أختك، عادي كلكم سوا. وهو النعم وكفو فيه ومتوظف أحسن وظيفة ومزيون، ما نقدر مرة نضيعه ونرد عن أختك. فقلت بنفسي يعني الولد ما يلام، لكن حسبي الله على اللي قال فلان لفلانة وعيشني على أمل وخلوني أحبه يعني، وانتظر أنه متى يجيني وارفض ناس عشانه. يعني كنتم ترفضون خطاب عشانه، أنا مقهورة، لكن ما كنت وقتها أبغى أبين له هذا الشيء، يعني كل هذه السنين أنتظر وفي الأخير يجي يخطب أختي. فوقتها كنت أطالع أختي كده وأنا مقهورة ما أبغى أبين لها يعني هذا الشيء. فرحت غرفتي وجلست أبكي أبكي من كل قلبي، يعني أشهق من كثر البكي. جتني أختي قالت لي: حنان أنت تبكين؟ ما عاد أدري إيش أقول لها، قلت لها أنا أبكي من فرحتي لك. فحضنتني وهي تبكي، يعني تبكي معاي من فرحتها، ما كانت تدري أبدا يعني أني أنا متضايقة وأن قلبي مكسور وأنه كان يعني يقولون أنه يحبني وكذا، ما كانت تدري عن هذا السوالف أختي. مرت الأيام وجات ليلة زواجها، وكنت أكثر بنت مكسورة في هذيك اللحظة، الكل كان فرحان ومستانس. ففي لحظة دخول المعرس كذا كنت أرسم بخيالي أني أنا بمكان أختي، يا الله نزلت دموعي كذا من كثر القهر. فقررت أني أنسى. مرت سنتين وقتها قعدت أفكر أني أكمل جامعة، قلت لأبوي وأسعدته مرة الفكرة وقال طيب بس منطقتنا يعني ما فيها جامعة، إيش رأيك تروحين تدرسين عند خالك؟ خالي كان بمنطقة بعيدة جدا عن منطقة أهلي، لكن قلت يلا بكمل دراستي وبحاول أنسى كل اللي صار، يعني صار لي أشياء كثيرة، حرمان عشان ولد عمي المزيف هذا. فرحت عند خالي وكان كل بيته عيال
وعنده بنت وحيدة بعمري. رحت لهم أول شهرين وكان صراحة كل وقتي كئيب، لا أكل زي الناس ولا أشرب ولا أروح مكان، يعني كذا حكرة في البيت وعايشة بحرمان يعني من أهلي. وكنت بس أنتظر اللحظة اللي يجي فيها شاب يخطبني ويعيشني أحلى من هذه العيشة اللي كرهتني الحياة حرفيا. فاجتني بنت خالي اللي بعمري بيوم من الأيام، قالت لي اسمعي حنان، أقول لك خبر مرة مرة يفرحك ويطيرك من الوناسة، بس وش هديتي؟ فقلت لها كذا أنا متحمسة، يلا قولي. أتحمست أعرف يعني، وأنا والله ما أدري إيش الخبر. قالت هذا الخبر بتطيرين من الوناسة فيه، ويمكن أنت تنتظرينه من زمان، لكني أبغى حاجة بالمقابل. قلت لها طيب يلا قولي، بعدين أعطيك اللي تبغينه، بس قولي لي إيش الخبر، يلا حمستيني. قالت يا حنو أنا انخطبت، مو أنت دائما تقولي لي إن شاء الله أشوفك عروس بيوم من الأيام؟ وقلت لك والله يا حنو أني حبشرك، أنت أول الناس عشان تفرحين فيني. طبعا قالت لي هذا الخبر وأنا تضايقت، قلت أها ما شاء الله، والله العظيم أني فرحت لك، لكن تضايقت عشانك بتروحين عني، يعني أنا ما أباك تروحين عني يا أخي، والله أني أحبك وفرحت لك بالخبر أكثر منك. فخدت نفسي كذا ورحت غرفتي، يعني أبى أقول لين متى كذا وأنا أشوف الناس اللي أصغر مني تتزوج وأنا قاعدة أنتظر النصيب. تزوجت بنت خالي وصرت عايشة مع يعني مع أمها. الصراحة كنت أحب أمها أكثر من أي شيء، كنت متضايقة بس عشاني أشتكت لأمي لأنها مطولة عنها، وبرضو اشتكت لأبوي يعني. فيوم من الأيام قالت لي خلاص أنا بنفسي حروح معاك لأمك، لأنه من جد أحسك اشتكتي لها. رحت مع خالتي لمنطقة أمي، وأول ما وصلنا كذا ضميت أمي، حسيت بسعادة ما عشتها طول فترتي اللي جلستها عند خالي. جلسنا نسولف أنا وأمي وخالتي، وجت أختي حتى اللي زوجت ولد عمي وضمتني كذا تبكي من فرحتها. فجلسنا نسولف وزوجة خالي كانت تسأل أختي تقول ها كيف زوجك معاك وكذا. قامت أختي قالت لا والله مو مقصر علي بشي، ويا زين العيشة معاه كامل والكمال لله. وانت يا خالة ما خطبتي لولدك أيمن؟ فقالت خالتي وهي تناظرني كذا وتبتسم لا أيمن بنخطب لوحدة مزيونة إن شاء الله بس إنها توافق. اللحظة كذا حسيت إنها تقصدني، وبلحظة ثانية قلت لها يا بنت يمكنها يعني تمزح معاي بس. فرجعنا لمنطقة خالي حسيت بكآبة لإني برجع لنفس المكان، لا روحة ولا جي ولا أحد يجينا ولا شيء، كل وقتي كان على كتبي وأذاكر. مرت سنة كئيبة جدا عند خالي، وإلين يوم من الأيام كذا صحيت قالت لي خالتي تجهزي عشان بيجونا ضيوف. قلت لها طيب. تجهزت وجو الضيوف وكان في حرمة تسألني كل شوي أنت مخطوبة؟ أنت متزوجة؟ كم عمرك؟ المهم لين قالت لي أعطيني رقم أمك، فأعطيتها رقم أمي. فمر تقريبا قرابة شهر ولا أمي تكلمني قالت لي مبروك. قلت لها على إيش؟ قالت في حرمة خطبتك لولدها وهي اللي شافتك يعني ببيت خالك. فوقتها يعني سعادتي في هذيك اللحظة ما تنوصف، لأن عمري حرفيا كان 26، أحس أن عمري راح وأنا ما تزوجت، فكنت أسقط بمواد الجامعة من الهم اللي على قلبي، فلأنه عمري راح وكنت مرة شايلة هم الزواج، فأحس أنها كانت لحظة فرح ما تنوصف. بعد يومين اتصل أبوي وكان مرة متشائم من هذا الولد، وأنه يعني ما يبغاه وأنه يتحجج، يعني يقول بس أنه ما هم من القبيلة وما نعرفهم وما حد يدري عنهم من ذا الكلام. يعني أنا تضايقت صراحة، بعدين قلت يعني أبوي أكيد أنه يعرف مصلحتي، أكيد أنه ما حيختار لي إلا شيء هو عارف أنه خير لي. فاتصلت أمي قالت أبوك رفض. لحظتها أحس أني انكسرت، يعني لأني أشوف الخطاب يروحون واحد ورا الثاني ما أقدر أسوي ولا شيء، عمري راح وأنا ما تزوجت وأنا حتى ما فرحت. المهم ولا حتى الفرحة اللي في بالي فرحتها ورسمة الأحلام هذه اللي في خيالي ما عشتها كلها راحت بلمح البصر. حاولت أني أواسي نفسي وأنسى. مرت الأيام وأيمن ولد خالي قرر أني يتزوج، كنت مرة متأملة أنه حيخطبني خلاص، وكانوا أهلي يدورون له بنت. فكنت جالسة مع زوجة خالي ولا قالت لي حنان ما تعرفين كذا بنت أخلاقها حلوة وبنت ناس ومؤدبة؟ يا الله تعالي شوفوني، حسيت بضيق، حسيت أني بموت، فقدت الأمل بالزواج، يعني كنت من ضيقتي أبغى أنفجر كذا بوجهها وأقول لها طيب أنا قدامك، أنا ماني بنت ناس، ماني مؤدبة، ماني محترمة، ليش ما تبغيني؟ يعني ليش أنا كذا بنظرك؟ عاد أنا قلت لها لا والله ما أعرف،
مرت الأيام وجتني مرة ثانية قالت لي تجهزي، اليوم حنروح نخطب لولدي أنا وإنتي. الأيمن طبعا، عاد أنا لبست وتجهزت وأنا كذا دمعتي على خدي، ما يعني أبغى أكسر فرحة زوجة خالي. قلت لنفسي يا ربي لين متى يعني، تعبت والله العظيم ماني قادرة أتحمل الألم اللي في قلبي، يعني يا رب إنك تخفف عني وترزقني بزوجي نسيني كل هذا الألم. رحنا ولما خطبنا البنت كانت كذا مستحية وفرحانة. تعرفون شعور اللي تشوفون كل لحظات السعادة قدامكم ولا عشتوها؟ يا الله تمنيت إني أعيش هذه اللحظات، تمنيت إني أعيشها حتى لو كان بالحلم. المهم مرت سنتين وفصلت يعني من الجامعة، وصار عمري وقتها 28 سنة. أتصل على أمي كل يوم وأسألها ها يمه ما حد جاك، ما حد اتصل عليك يبغى يخطبني ولا شيء؟ كالعادة تقول لي لا. فرجعت بيت أبوي بعد يعني سنتين معاناة قضيتها يعني عند خالي، وكانت أسوأ سنتين في حياتي. رجعت وأول سنة يعني لي عند أبوي جات أمي تبشرنا تقول لي يلا جايينك خطاب. يا فرحتي هذاك اليوم، كنت فرحانة ليه؟ لأن أختي صغيرة يعني ما تبى تتزوج. وقلنا طيب يما من الخطاب هذولا؟ قالت أمي خطبوا أختك الصغيرة مو أنتي. يا رب أشوف زينب يعني كذا تحضن أمي من فرحتها، تمنيت أني أعيش هذه اللحظات. فقلت لأمي كذا بنبرة حزن يعني يما ليه ما في أحد يبي يتزوجني؟ أنا وش ناقصني؟ ليش يعني أنا ماني حلوة؟ أخلاقي مو حلوة؟ مو أنتم تقولون أكثر من مرة ما في بنت زيك؟ ليش ما يجي أحد يتزوجني طيب؟ فرحت وقتها للمراية كذا أناظر شكلي وأبكي أبكي. يا الله دخلت مرحلة اكتئاب، أحس إن الكل ما يبغوني يعني رغم إني يقولون جميلة جميلة. طب فين اللي جميلة هذه؟ تعال اخطبوها. فلما كنت أنا بالغرفة كانت أمي تكلم زينب وتقول لها يعني كأنه زينب ما هي راضية عن الزواج هذه أو أنها تبي تأجلها. فاسمع أمي تقول لها يعني طب أختك حنان رفضت عشان دراستها وكذا وتكملها، ما أنت بحسن منها، شوفيها ما جابت ولا شيء، لا هي اللي تزوجت ولا هي اللي جابت شهادتها من الجامعة، بتعنسين زيها ويمكن ما حتتزوج أصلا طول عمرها، اللي بسنها عيالها بيخلصون من الابتدائي. يا الله كسرتني كلمة أمي. رحت للغرفة بعدين عند زينب وجلست جنبها يعني قلت لها حبيبتي زينب لا تكررين نفس غلطي، يعني أنا رفضت كثير قبل أدخل هذا السن وآخرتها شوفي كيف فاتني القطار، والحين أنا أبكي وأتحسر، طلبتك بالله يعني لا تكررين نفس غلطي، شوفي أنا أختك الكبيرة وأنا أنصحك أقول لك الشيء الحلو، ما دام إنه ما في ولا شيء عيبه خلاص وافقي، ليش ما توافقين؟ المهم تأثرت زينب لما شافت حالتي وراحت لأمي وقالت لها خلاص وما أنا وافقت. فوافقت يعني وأنا مدري أحس ضايق ولا أفرح لها ما عاد أعرف. يعني تزوجت أختي زينب وما بقى بالبيت إلا أنا البنت الوحيدة، وصرت أحس يعني من تعامل أمي إنها صارت تكرهني، وأكثر من مرة كذا تقول لي وإذا عنستي عادي، ما أنت أول واحدة ولا آخر واحدة، أكثر البنات معنسين، ترى طفشتينا بدا الكلام إذا قلت لها ولا اشتكيت لها بشيء. حتى أنه يوم من الأيام اتمشكلت مرة مع أخوي اللي بالثانوي، كان يعايرني كان يقول لي عانس. وقتها أنا ما قدرت أمسك نفسي وبكيت بكيت من قلبي، حتى واستغرب يعني، لكن استغرب لأنه الموضوع يعني ما فكر أنه يأثر فيني لهذه الدرجة، جاي يتأسف مني ويبكي يعني من شكلي والله العظيم كان يقطع القلب. صرت ما أنام وعمري قرب على 40، وبيوم من الأيام جاني أبوي وقال كذا كأنه متضايق يا بنتي جايك يعني خطيب، ومن فرحتي أنا ما أدري شو أسوي. فجأة قال لي لكن عمره كبير. قلت كم عمره يعني؟ قال عمره قرب من 70 بس إنك لازم تتزوجينه لأن كلام الناس يا بنتي والله ما يرحم. فنزلت راسي كذا وأنا مكسورة قلت طيب يا يوبا والله العظيم أنتم اللي ضيعتوني، أنتم اللي وقفتوا مستقبلي عشان ولد عمي بالبداية وكسرني وراح تزوج أختي، مو أنت اللي رفضت هذاك الولد اللي خطبني بحجة أنك ما تعرفونه والحين تقولي نفس الكلام؟ يا أبو لما أنتم بتضحون فيني مع واحد أصلا أكبر منك في السن، أكبر منك يا أبوي، كيف تقولون كلام الناس؟ يعني أنا الحين اللي نزلت روسكم؟ هذا يا أبو العريس أنا ما أبغاه. فقعد يناظر فيني أبوي كذا قال ما عندنا بنات يتشرطون، تاخذين غصبا عنك لو مو برضاك، أنت أصلا احمدي ربك شوي عمرك يصك 40، أنت بتفضحيني أنت؟
فعاد أنا وقتها حاولت أقول لأبوي وأفهمه يعني كيف تضحي ببنتك، ترى أكبر مني بكثير، حرام عليك يعني أنت قاعد تظلمني الآن. قرب أبوي مني كذا وأعطاني كف على وجهي، بعدها قلت له طيب أبشر خلاص حتزوجه يعني على رضاك، أنت أهم شي تكون راضي عندي. حسيت أني والله عار على أهلي، لأن العانس يعني بمجتمعنا هذه فضيحة مرة على أهلها، فوافقت بس عشان أسكته، بس عشان كمان أنا أبغالي أولاد، يعني ولد أفرح فيه، ما أحس إنه يعني نزلت راس أبوي في الأرض زي ما هو يقول. وما أحكي لكم على ليلة الزفافي، كنت أكثر وحدة حزينة في هذيك الليلة، كانت كئيبة عكس كل بنت يعني بليلة زواجها المفروض استانس. كنت أضحك والله للناس ولا بينت ولا لأحد، كان يعني زواجي حتى صغير، ما كأن زواج أصلا، الناس أصلا ما سكتت، يقولون تزوجت واحد أكبر من أبوها، تزوجت واحد ومدري إيش. فكانت حياتي حرفيا حزينة لأني عايشة مع واحد أكبر مني تقريبا 30 إلى 40 سنة، وأنا عمري ما تخيلت في يوم من الأيام أنه حيصير فيني كذا. فتمنيت أني أجيب على الأقل لو ولد واحد في الحياة أفرح فيه زي باقي الأمهات. مرة السنة من يعني من تزوجت وحملت، ويا رب لك الحمد الدنيا وقتها ما وسعتني من الفرح، جبت ولد حسيت سعادتي فيه. كانت أجمل أيام حياتي لما حملت، أول مرة أشوف فيها ولدي كانت يعني لحظة كأنها حلم، ضميته كذا لدرجة أني ما ودي أفكه من حضني، كنت أخاف حتى أولد أنه أحد يأخذه، قلت يا ربي أنه لو يصير لي أخليه كذا في حضني، يعني ما أبغى أولد لدرجة أني كنت أخاف عليه. فالحمد لله جبت ولدي، صح انه ماله اخوان، لكن حاولت قد ما اقدر اني انا اكون اخت وام واب واكثر بعد من اخ، حسست بحلاوة الحياة، كنت احرم نفسي من اشياء كثير بس عشان ولدي. ما عشت حياة زوجية زي باقي البنات، لكن الحمد لله على كل حال. مرات كثير احس انه فعلا انا لين الحين عانس، لكن عانس ومعاي ولد، ما ادري كيف اوصف لكم شعوري، يعني ما في اي ترابط بيني وبين زوجي. عرفت يعني بعدها انه كلام الناس فعلا ما يوقف لو ايش اسوي، حتى لو اني انتحرت بيتكلمون فيني. كان بس هم اني ارضي ربي سبحانه وتعالى، ما عاد علي في الناس ولا كلامهم. كبر ولدي وصار عمره 4 شهور، قلت انا بسميه، فزعل علي زوجي وكذا، قال لا الحرمة عندنا ما تسمي، انا اللي اسميه، فسماه محمد، صح اسمه حلو، لكن يعني كان نفسي اني اسميه يعني زي أسماء هذه الجديدة، يعني زي البنات اللي في عمري، أتمنى يعني أسميه يعني اسم كان في بالي. لكن خلاص رضيت يعني بالأمر الواقع، وسبحان الله مرت الأيام ولا ألاحظ زوجي متغير، صار يعاملني يعني بقسوة. بيوم من الأيام قلت له أبغى ملابس لولدي ولي، قال أنت ما رح أشتري لك شيء، خلاص ملابسك جديدة وعندك اللي تكفيك، ماني مقصر عليك. وكذا جلست أترجى وكذا، عشان عندنا كم مناسبات لازم أحضرها. فقلت له أنا في إيش مقصرة معاك؟ ليت حتى يعني وصلت فيه المدة اليد، قلت ليش تضربني؟ قال أنتم حريم ما تجون إلا بالعين الحمراء، أحمد ربك إني سترت عليك يا العانس بعد ما عنستي. يا الله وقتها بكيت من كل قلبي، لكن سبحان الله اللي خفف عني وقتها لما شفت ابتسامة ولدي، خلاص صرت يعني أخاف أطلب أي شيء من زوجي عشان ما يعصب علي. ولين يوم كذا جاء للبيت قال لي سوي غدا، سويت للغدا وما عجبه الأكل، راح كبه كذا بالصحن، كل اللي في الصحن يعني على السفرة، وهو معصب، أنا ما أدري ليش هو معصب أصلا. قام يقول لي الشرها علي، أنا اللي متزوجك بس عشان أبوك، وراح جاب الخيزران ويضرب يضرب فيني بهستيرية يضرب فيني. قلت أنا خلاص ما عاد أقدر أتحمل، خرجت وقتها وأخذت ولدي واستنجدت بولد الجيران، وقلت لعاد تكفى وديني لأهلي هذا بيذبحني. المهم لما رحت لأهلي جاء الشايب لبيتنا، فقام يقول أبوي بنتك خلها عندك وورقة طلاقها حتجيها بكرة. فكان أبوي ترجى وكذا، وأنا طالع في أبوي يعني إيش تستنى يسوي فيني أكثر من كذا. قام أبوي وعطاني كف وهزأني تهزيه، قال أنت بتفضحيني على آخرة عمري، الرجال هذا ما في ولا هرجة وهو ابن حلال وبيطلق، استانستي الحين استانستي؟ أنا وقتها خلاص انهرت من البكاء، قلت والله العظيم كل هذا بسببكم، أنتم دمرتم حياتي كلها. بعد أسبوع فعلا جاتني ورقة طلاقي، وكنت أسعد إنسانة بهذه الدنيا، الحمد لله ولدي جنبي. لكن هذا الشايب ما خلاني بحالي، يعني هو عيال عمة كل فترة وهم عندنا. إلين يوم من الأيام كبر ولدي وخلاص صار سنه سن المدرسة يعني،
جاء أبوه لبيتنا وكنت أسمع يقول يعني خلاص ولدي كبر وإني لازم أخذه، ماني مخليه يتربى على يدين حرمة. فجاء عندي أبوي قال للرجال يبغى ولده يا حنان وما نقدر نرده ونتفشل يعني مع الناس. فقلت وأنا أبكي أبوي يعني أنا مالي إلا ولدي، تكفى لا تحرمني منه. قامت الدنيا وقعدت، وفي الأخير أخذ الولد مني وكان حتى يصيح يعني يبغاني، فصرت أشوفه بس مرة واحدة في الأسبوع. يعني ودي إني أسوي له حفلة أكبر من الدنيا كلها، في كل أسبوع كنت أعيش حرمان الأسبوع كله مني، إلين الحمد لله عدت السنين ودخل المتوسط، فصار في هواش بينه وبين عيال عمه وأبوه. وما دريت إلا في يوم من الأيام كذا وأنا أطبخ دخل علي وحط يده على عيوني ما تكلم. قلت مين؟ ما رد. بعدين كذا لفيت وجهي ألاقيه قال لي ما أنا بعيش معك ولا راح أتركك خلاص وبكون معك دائم. ففعلا عاش معي، صرت ما أنام في الليل بس أراقبه يعني أمسح على راسه. مرت الأيام الحمد لله، توفى أبوي الله يرحمه قبل ما يموت حتى بأسبوع، مرض شديد. وقبل وفاته كذا بأسبوع كان يقول لي سامحيني يا بنتي والله العظيم سامحيني على كل شيء، تراك والله أنك غالية على قلبي. فبعدها توفى وقلبي تقطع عليه الله يرحمه ويغفر له يعني ويجعل مثواه الجنة. صرت أنا وولدي يعني مهتمين بأمي، معيشينها ملكة. صار ولدي وأمي فعلا هم أغلى شيء أملكه في هذه الدنيا، إلين الله أخذ أمانته بعد وفاة أبوي تقريبا بشهرين أو ثلاثة. فالحمد لله راحوا الغاليين وبقى عندي ولدي، وهو أجمل هدية قدمها لي ربي بعد سنين عجاف كانت من أقسى السنين اللي مرت فيها حياتي. وبكذا انتهت قصتنا لليوم، أتمنى أني أشوفكم في قصة جديدة وفيديو جديد، أنا وأنتم بخير دائما إن شاء الله. إلى ذلك الوقت أستودعكم الله.